السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد. قناة اليوم اللي غادي نتكلموا على، ما غاديش نتكلموا كرة قدم، ما غاديش نتكلموا كرة قدم، غادي نتكلموا الناس اللي صدروا لهم تصدير الدول كما نقولوا احنا سيزاولهم الشركه تاعهم، هما ولادهم نساهم كما كنا نطالبوا. ما ديروش لونكات على واحد، ما ديرش على شوبير، دير على الزوجه تاعها، على ولادها، على ولاد عمها، على ولاد خوه، على وين راهم حاطين. خاطش علاه كانت كل واحد كان داير امبراطوريه روحه، كل واحد كان داير امبراطوريه روحه، كل واحد داير بني عمو خوتو نسابه نسيبته داير امبراطوريه. كنا نهضروا فيها وكنا نقولوا ما ديروش لونكات على واحد، راه دير على مرته، شوفها وير، شوف الكون تاع مرته، روح للكون تاع مرته، قاعد نساهم يحكموا فيهم، روح للكون تاع مرته. مرته تبغي تروح وحدها تيري الدراهم، تبغي تشري الحرور تروح لاسبانيا، تبغي تشري الحرور تروح لاسبانيا. كان اللي كان داير، هذه نعطيها لكم اوفيسيال جماعة، كان اللي كان داير مع الصباح ياكل الكرواسون والميلفاي، الطيارة اللي تقلع على الخمسة تاع الصباح من باري يرسل للشوفير تاعو يقار على الطيارة، مخلص مخلص على الكاطو يجي. كان اللي ما عندوش، كان اللي ما عندوش باش يروح يديبلاسي المستغالين، هما كانوا يخلصوا الديبلاسمون تاع الطيارة، الكاطو يجي مع الصباح. منين يوض يتكسر يسيب الكاطو تاع تاع باريس، يسيبه محطوط، يسيبه محطوط فوق الطابلة اخويا، باش يكون على بالك ولدي، باش يكون على بالك. حنا كنا نهضروا مي كان حداد كان يحكم وكان يقول فيف لا فرانس، كنا نتكلموا، ما تكلمناش اليوم. عائلة هذا عبدو سمار هو بتاع حكوت 2017، راهم كاينين لي فيديو، كاين لي فيديو. قما سميتو نتا قلت له نتا حشره تاع الحشره الكبيره على طاحكوت، هذا سمار عبدو سمار هذا راك سموه، قلت له نتا هو الحشره تاع الحشره الكبيره. الناس ولاو يعايروا فيا، قالوا لي هذا صحفي نزيه. عاودي قلت لهم غادي نبقى تعرف من بعد. وكاينه كلمه واحده برك، شوف واحد قال لي هذاك الاعلام قلعوا، هذا الاعلام اقسم بالله هذا جابوا فيه شهيد، جابوا فيه خويا، هذا الاعلام هذا باش يكون على بالك، جابوه في الصندوق، كان شيباني حيطاوه للشيباني، مدوه للشيباني هكا باش يكون على بالك. ولدي خويا خاطش انا ماشي باغي نعاير، قادر نعايرك، قادر نعايرك، باغيك شتني ما رديتش عليك في لي كومونتير، خلي ربي. نتحدى اي واحد يشوفني انا رديت في لي كومونتير على واحد عايرت واحد ولا ما نعايرش، خلي عاير بيت عاير، ادي سيئة انت وحدك، انا ما نديهاش معاك. راك تشوف كيفاش هذا الاعلام ما سقاش لربي برحمة الوالدي، انت مشاك عارف، مشاك عارف ومشاك داري في القلوب. كان اللي قلبه دايما يبكي، كان اللي قلبه من الداخل يبكي، دايما يبكي قلبه. حنا اليوم شوف نسمعوا شنو تكلم هذا الجزائري، هذا الجزائري محاربة هذا الطاحكوت، هذا الدول، هذا حداد دولهم كاع رزقهم. شوف ضروك بالك وقعدك وقعد لهذا الوقت، خاطر كاين يقول لك ربي، ربي شنو يقول لك؟ يقول لك ما تقلقش على رزقك، تولي رزقك راه مهود حلالي انت تلقاه بالحرام. هذا الطاحكوت، هذا حداد، هذا تولي رزقهم كان مهود عليهم حلالي، تولي كانوا غادي يكسبوا اكثر من هاك، بصح هما لقاوها بالحرام، كلش راح. هاك تشوف كيفاش، ما تقلقش، ويلا ربي ما رزقكش، تولي يرزقك في ولادك، يعطيك ذريه صالحه، تولي يعطيك ذريه صالحه، انت قاعد هما يخدموا، انت راقد هما يخدموا، يجيبوا لك الماكله وانت راقد. كان يقولوا بلي راني ما عندي لا لاسيرونس، ما عندي والو، وانا لا تريت كي غادي يصرالي، بصح ربي راه عاطيك زراري، كان اللي عاطيه غير البنات، وحده خرجت طبيبه، وحده ابوكا، وحده من وقاعد وياكل. وكان اللي ربي عطاه ذريه صالحه، عرف كيفاش تربي ولادك،
من صغرهم اديهم، دخل واحد كاراتي، دخل واحد جوادكي، دخل واحد يتريني حديد، دخل واحد منا، دخل منا، وتبعهم على قرايتك، خاطر على القرايه، خاطر الرياضه مليحه، الرياضه مليحه للراس للفكر وكلش. تخليه يعيش، خليه يمشي مع الرياضيين، يهضروا على الرياضه، كي يهضر على الرياضه يهضر منا، يهضر منا صايك ايبيتا، كي يلحق لك ديك 25 26 صايك ايبيتا لك مشاكل، صايك تريح من راسك. هو بروحو تيبود الى بد كابتو رايح، وينك رايح؟ الرياضه. وينك رايح؟ باين نقرا. هذا مكان، هذا ما يعرف قرايه الرياضه، تربي نجحو، هذاك هو الاتريت تاعك. حنا نسمعوا هذا الخيان، ربي اللي يكشفهم. فيه مصادره للممتلكات تاع الموظفين، لانه ناس داو دراهم، لقاو عندهم دراهم في لي كونت، الملايير ما كانش مبررات، من اين لك هذا؟ ما كانش جواب. دونك هذه ترجع للشعب، اسمعوا، ترجع للشعب. ما تحصل، انا نتكلم على البعض ماشي عليكم، ما تحصل من رشوه واستغلال نقود، يرجع للشعب ليهم والممتلكات تاع الاهالي تاعهم، سي تري امبورطون، يعني الشيء اللي داو ولادهم والازواج تاعهم ثاني يسترد. بالنسبة للمؤسسات تم المحافظة على مناصب الشغل، فما فيش مصادرة لهذه المصانع لأنها عندها التزامات مع البنوك، عندها عقود راهي تسلك في الدين. واه خدامة قاعدين يخدموا نورمال، تخرجوا تقولوا طاحكو تحقرنا، حقروه طاحكو تمنى خدام تاعك تحوس على طاحكو تاعك، تحوس على حداد، ما تحوس على حداد تاعك، خدام تاكل كسرة وصايك على حداد، كان يعطيك الدراهم نازلين من السما، اي كيف كيف. يمرهون الامور تاعهم، يعني غدوه ما يسلكوش الديون ولا الدوله تدخل. ولكن الشيء المهم اللي تركنا الاخطاء السابقه اللي وقعت في كثير من القضايا السابقه كما الخليفه وروح، انه حافظوا على مناصب الشغل الاف العائلات الجزائريه، وحنا رانا في ظرف ما يسمحش نحلوا مشكل مشكل. هذا هاو تكلمنا عليها، لهنايا راهي ما تطرحش مشكل يا ناس، الاشكال راهو في الاموال اللي موجوده في الخارج. اسمع اسمع، مع الدول اللي ما عندناش مع اتفاقياتها، والمشكل وراه الان هذا بوشوارب دوك يديفيزيو الامر بالقبض تاعو عند الانتربول، يعني ما يقدرش يتحرك، وين ما يتحرك يجيبوه. لكن هو ايضا راهو حسب بعض المعلومات راهو في بلاد ما عندناش معها اتفاقيه قضائيه، حسب المعلومات يقولوا راه في لبنان الان راح يجي الطريق الدبلوماسي. الجزائر ستسعى كما سعت في قضيه الخليفه لاحضار عبد المؤمن الخليفه، تكون ان شاء الله، انا متاكد باللي سيحضر في اقرب وقت ان شاء الله. نعم تاع الخزينة حكموا على جميع المتهمين بالتضامن. نعم هذا رئيس محكمة تاع قيمة الضرر، وهما وحكم بالتضامن تاع عبد الرمضان. تخير باش الناس تفهم، هذا حكم ابتدائي، مازال ماهوش نهائي، مازال ماهوش نهائي، ماهوش نهائي كي نفوتوا في الويسو، وإذا وقع فيه طعن بالنقد المحكمة العليا ما يكونش نهائي. دونك ننتظروا شويه الامور تطول، لكن الحاجه المهمه المهله تاع البرمجه، والله لو لا المجلس شهران شهرين شهرين، لكن الشيء المهم انه فيه حجز تحفظي. مش معناتها الحجز التحفظي نحكم لك دراهمك حتى نتبرى القضيه، يعني الان حجز تحفظي على الممتلكات تاع الوزراء والمدانين وعلى الممتلكات تاع الاهالي تاعهم، حتى الاهالي الازواج والابناء كل شيء متحصل بطريقه غير. خاطر على الدراهم الكبار، قال لك الملايير الكبار راهم عند ولادهم ونساهم في لي كونت. مبررة يحجز. حاجة جت الله سبحانه وتعالى في الفساد قبل أن يخلق آدم. الآية 119 من سورة البقرة، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، وش قالت له ولا الملائكة؟ أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. الفساد ظاهرة ما تقدريش تقضي عليها، إنما تقدري توضعي آليات للتقليص منها، كما جرائم القتل تقدري توضعي حد جرائم القتل، ما تقدريش. هذا الفساد طبيعة في البشر، في بعض البشر اللي ما يخافوش ربي وما يحترموش، ما عندهمش ضمير، يؤتمنون على اموال باش يخدموا بها الشعب يديوها لهم. دونك هذه القضيه الاولى تاع الفساد بهذا الحجم. بكري تسمعي انت بوالي يفوت العداله ابار قضيه بشير بريك اللي راح ضحيه النظام السابق. واه بشير بريك مسكين هذاك، دق تقول راس الحربه
راه مدام. دونك هذه راهي درس. هو انتم ما رحتوش كاعلاميين تشوفوا من الهدف من هذا درس. كل من يتولى وظيفه في الدوله هاو المصير تاعك اذا لعبت به. وما زلنا نطالبوا، انا طالبت بنزع الحصانه البرلمانيه ان شاء الله. خلاص ماذا بينا يمثل الشعب، ما تعطيش حصانه يتحمى بها. نحيو لنا الامتيازات تاع الموظفين، خليه يتحاكم امام القضاء العادي باش نكونوا كامل سواسيه. لان هذه الامتيازات تاع الحصانه والامتيازات تاع التقاضي هي اللي نفخت بعض المسؤولين اللي ما يخافوش ربي. هذه هي احنا المهم الناس اللي ما تخافش نكملوها. وحرضتهم باش يقيسوا في المال تاع الشعب، مازال الخدمه لقدام. ان شاء الله ان شاء الله الله ينجح. شوف الا راكم في الطريق الصحيح الله ينجحكم، هذه اللي نقولها. الا راكم في الطريق الصحيح الله ينجحكم، وحسب النيه تاعكم الله يجعل تنجحوا. هذه احنا رانا نقارعوا، رانا موراكم ورانا نقارعوا. ماذا بينا اللي دار يخلص، هذه هي. وما تنساوش كره القدم، ما تنساوش الاتحاديه. كان اللي دا الفكتار، كان اللي دا وزينات وزينات في التبسه، كان اللي من 2017 2019 كان عنده زوج وزينات ثلاثه، ولا عنده 14 15 وزين. هذه هي تحيه الجزائر. وماذا بكم كما يقول لك البارطاج ماكسيموم، اعطونا البارطاج ماكسيموم. خاطش عليه هذه الايام مانيش عارف لا صيتين يا لي تقول راني ندير لهم التصاوير تاع اماتهم ولا تاع اخواتاتهم ولا تاع انساهم ولا ما فهمناش عليه. والله ما فهمنا عليه. وانا عايب عليكم، انا راه عندي الاخر. والله لا يرسل لك اليوتيوب الا كنت عارف قوانين اليوتيوب، يرسل لك سينيال يعطي كاع تيب يوتيوبر. انت تشكر في محرز يوتيوبر يسينياليك، يوتيوبر يسينياليك. علاش مش انا عارفين عليه؟ راسك يحبس. وانا نتحدى اي يوتيوبر، خاطر كاع يوتيوبر يعطيه السينيال، شحال السينيال، شكون السينيال، ماشي اسمه يعطي لي لوغو تاعهم وكلش، ماشي اسمه يعطي غير لي لوغو. كان الناس اللي سنيات دخلت سنيات السينيال. نتحدى اي واحد سامني سينيالي ولا حاجه باللوغو تاع احمد ولا يسمي سينيالي يهتر معايا. مانيش عارف عليه. والله ونقول لكم والله ما تامنوا راسك، ما تامنش. علاه مش انا عارف. تحيه الجزائر. وحنا داينا كلام قلنا، احنا معبد امون قلناه 2014 بزاف قلنا بزاف صوالح وما داوهم راهم يخدموا بهم. خدمنا راه بكلامنا، وشناكم تهضروا كلامنا، شناكم ديروا معاني تاوانا. صحيح سهل عليكم بصح ما تسينياليش، او انت تهضر هضرتي وتروح تسينيالي. قل